السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من استوديوهات قناة سهيل الفضائية، نبدأها بالعناوين. الجيش الوطني يحبط عملية تسلل لميليشيا الحوثي الإرهابية شرقي تعز. الهجري يلتقي المبعوث الأممي ويؤكد أن ميليشيا الحوثي جعلت الهدنة بلا قيمة. أستهل نشر بسم الله الرحمن الرحيم. أحبطت قوات الجيش الوطني مساء أمس عملية تسلل لميليشيا إيران الحوثية شمال شرقي مدينة تعز. وقال المركز الإعلامي لمحور تعز إن قوات الجيش الوطني تمكنت من إفشال عملية التسلل للميليشيا الحوثية الإرهابية في عقبة منيف شمال شرقي مدينة تعز. وكانت ميليشيا إيران قد شنت الاثنين الماضي هجوما واسعا على مواقع الجيش غربي المدينة، أثار ردود فعل منددة محليا ودوليا. شهدت الحملة الإلكترونية التي أطلقها الناشطون اليمنيون تحت هاشتاغ الحوثي يصعد في تعز تفاعلا واسعا، وغرد الآلاف من الناشطين والإعلاميين والصحفيين منددين بالحصار الحوثي لتعز والعدوان الخطير الذي تقابله الأمم المتحدة ومبعوثها بالصمت. وانتقد المغردون موقف الحكومة والمجلس الرئاسي وطالبوا بتغيير آلية التعاطي مع الميليشيا وخروقاتها واتخاذ مواقف حازمة. ونشر المدونون تصاميم وصورا ومقاطع فيديو تفضح الأمم المتحدة وتكشف الجرائم الحوثية المتواصلة بحق تعز وسكانها المحاصرين منذ العدوان الحوثي المشؤوم نهاية عام 2014. وشدد الناشطون والمدونون على ضرورة الوقوف مع تعز ومساندة الجيش الوطني والعمل على رفع الحصار وإنهاء الخروقات وعدم تجديد الهدنة التي لم يرى منها سكان تعز غير قذائف المدفعية والوعود الأممية الكاذبة. أكثر من سبعة أعوام ومدينة تعز تصد العدوان الحوثي المستمر، مقدمة التضحيات الجسيمة في سبيل الدفاع عن أبناء المحافظة. وخلال الأيام الماضية جددت الميليشيا الحوثية هجماتها على مواقع الجيش غير أنها لم تلق سوى حمم الموت. يودعون ابن قريتهم الشهيد المجيد عبد الله عبد الوافي الذي استشهد مدافعا حاميا لمنزله الكائن جوار مواقع الجيش الوطني بمنطقة ميلات الكربة والذئاب والمضيض والراعي، وقد صلى ودعا له كل محبيه راضين عنه، وعلى رأسهم شقيق والده معلنا أنه فقد تسعة شهداء من أسرته بالقذائف والقنص وبالجبهات. والشهيد وشهيد الكل في سبيل الله، والقاتل لازم يأخذ قصاصه اليوم أو بكرة، ومش أول شهيد من نفس الأسرة، أعتقد هذا التاسع والعاشر كذا من نفس الأسرة، ثنتين حريم من نفس الأسرة حقنا الحمد لله. هذا يدافع عن بيته عن كرامته عن عرضه، أما هذا معتدي ولا نعتدي عليه لمن تقتله، إذا وصل إلى من تقتله جاز قتلنا، أما إذا يعتدي علينا إلى البيوت حقنا سندافع بكل ما نملك. وانتهى هجوم القطعان ميليشيات الغدر الكهنوتي بنصر جديد يسطره أبناء تعز في أنصع صفحات التاريخ، فنفق منهم 23 غاز تسلل بهدف قطع الطريق على أبناء تعز وخنق المدينة المحاصرة لقتل الأطفال والنساء والشيوخ. فكانت ليلة سوداوية مظلمة بامتياز على الإنقلابيين ومن خلفهم. وفي المقابل يرتقي عشرة من الرجال الأبرار إلى ربهم شهداء دفاعا عن الأرض والعرض والعقيدة، فشتان ما بين الفريقين، فريق يتسلل كاللص معتديا غاشما يهتك السكينة والأمن على أهل المنطقة وأبنائها، وفريق هم أبناء البلد والأرض الذين تحركوا للدفاع عن أهلهم وأعراضهم، فكانوا سياجا حديديا أمام ضربات الأعداء يريدون إيصال الرعب لقلوب التعزيين من خلال الاستعراضات العسكرية للميليشيات وبمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، معتقدين أن الخوف قد تسرب إلى رجال هذه المدينة، لكنها فشلت وتحول الهجوم إلى ليلة سوداء نفق منهم 53 عنصرا ما بين قتيل وجريح خلال 10 ساعات حرب متواصلة. وعادت الميليشيات تجر أديال الهزيمة كالعادة،
فما يميز تعز أن لديها حائط صد من الأبطال لا يلتفتون لمشاكل ومناكفات وحرائق التواصل الاجتماعي ولا للمبعوث الأممي، بل مشغولون بكتابة قصص وحكايات الانتصار على القوة الراشدة وكسر شوكتها. كانت ليلة عصيبة ومواجهات هي الأعنف، لكن الصباح حمل معه نشوة الانتصار وهزيمة الميليشيات. فالانتصار فرحة، وأفضل ما تنتجه الإرادة والعزيمة الصلبة. أكد القائم بأعمال الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح النائب عبد الرزاق الهجري بأن السلام العادل والشامل لن يتحقق للشعب اليمني إلا بإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وفقا للمرجعيات الثلاث. وبحث الهجري مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جريندبرغ المستجدات على الساحة الوطنية وخروقات الميليشيا الحوثية للهدنة الأممية، وأكد عدم جديتها في تحقيق السلام. أشار الهجري إلى أن الهجمات العدوانية التي قامت بها الميليشيا الإيرانية غرب تعز، وقال إنها جعلت الهدنة بلا قيمة، حيث يعاني الشعب الأمرين فيما تجني الميليشيا الحوثية ثمرات الهدنة بالمليارات. وأعرب الهجري عن أسفه لعدم وجود موقف جاد وصريح من قبل الأمم المتحدة إزاء الهجوم الحوثي العدواني على تعز. إلى ذلك، أدان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جريندبرغ هجوم ميليشيا الحوثي على مواقع الجيش في منطقة الضباب غربي مدينة تعز قبل أيام. وقال المبعوث الأممي في بيان: أدين الهجوم الذي انطلق من مناطق سيطرة الحوثيين ليلة الأحد في منطقة الضباب في تعز، وأسفر عن مقتل وجرح عدد من الجنود. أوضح هانس أن الهجوم الحوثي يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية للمدنيين بشكل خطير، ودعا هانس الحكومة وميليشيا الحوثي لاغتنام الفرصة التي تتيحها الهدنة لإظهار الالتزام الكامل بإنهاء النزاع الذي طال أمده في اليمن وفاقم من معاناة الشعب. وأكد هانس بأنه سيواصل جهوده مع الأطراف تمهيدا لطريق يتوصل إلى تسوية سياسية سلمية شاملة للنزاع. أكدت المملكة العربية السعودية دعمها لجهود الأمم المتحدة في اليمن وجهود فريق الخبراء الأممي المعني باليمن في تنفيذ ولايته، كما أكدت على أهمية التزام الحوثيين ببنود الهدنة الحالية التي ترعاها الأمم المتحدة. جاء ذلك خلال لقاء سفير السعودية لدى اليمن محمد سعيد الجابر في الرياض بمنسق فريق الخبراء الأممي المعني باليمن الدكتور ديبي داش. وشددت المملكة على سرعة فتح الطرق في تعز لتخفيف المعاناة الإنسانية وإيداع الإيرادات في البنك المركزي اليمني لصرف رواتب المدنيين وفق مسيرات الرواتب لعام 2014. وفي سياق متصل، صنفت المملكة العربية السعودية يوم أمس 5 أفراد على قائمة الإرهاب لارتباطهم بأنشطة داعمة لميليشيا إيران الحوثية. وقالت وكالة الأنباء السعودية واس إن تصنيف رئاسة أمن الدولة لهؤلاء الأفراد جاء استنادا إلى نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن والقرارات اللاحقة ذات الصلة التي تستهدف من يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية. وأشار بيان رئاسة أمن الدولة السعودي إلى وجود تجميد جميع الأصول التابعة لأسماء الأفراد المصنفة في البيان داخل المملكة، كما يحظر القيام بأي تعاملات مباشرة وغير مباشرة مع تلك الأسماء أو لصالحها من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين. أقدمت ميليشيا الإرهاب الحوثية على تصفية وإعدام القاضي محمد حمران عضو المحكمة العليا بعد 24 ساعة على اختطافه. وقالت مصادر قضائية أن مسلحين يتبعون قيادي حوثي نافذ أقدموا على تصفية وإعدام القاضي حمران في مكان احتجازه قبل الوصول إليهم من قبل مجاميع مسلحة تتبع قيادات الميليشيا. وكان القاضي حمران تعرض للاختطاف مساء الثلاثاء من أمام منزله في حي الأصبحي جنوب مدينة صنعاء على خلفية صراع أجنحة بين قيادات الميليشيا على أراض وعقارات. وكان نادي قضاة اليمن أدان في وقت سابق واقعة اختطاف عضو المحكمة العليا القاضي محمد حمران من قبل عصابة مسلحة من أمام منزله وضربه بعقاب البنادق واقتياده إلى جهة مجهولة.
وقال نادي قضاة اليمن في بيان إن الحادثة مثبتة بكاميرات المراقبة وكذا ما سبقها من وقائع اعتداء وتعدي على القاضي شمس الدين المليكي رئيس محكمة الحشا من قبل إدارة أمن القاعدة وواقعة تهديد القاضي عبدالله الجابري والتي حصلت جميعها خلال مدة قصيرة لا تتجاوز الأسبوع. أشار البيان إلى أن هذه الحوادث تزامنت مع الحملة الإعلامية الممنهجة لتشويه مكانة القضاء ومنتسبيه، وحمل البيان ميليشيا الحوثي مسؤولية ما يجري وطالبهم بسرعة إطلاق سراح القاضي المختطف وضبط المتهمين في كل الوقائع المذكورة وإحالتهم للجزائية المتخصصة. وثق تقرير حقوقي جديد ارتكاب الميليشيا الحوثية الإيرانية الإرهابية أكثر من 30,000 انتهاك تنوعت بين القتل والإصابة وتفجير المنازل ونهب الممتلكات وزراعة الألغام وتدمير وتطييف العملية التعليمية. نتابع. كشف تقرير حقوقي صادر عن المركز الأمريكي للعدالة عن ارتكاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران أكثر من 30,000 انتهاك بحق المدنيين في محافظة حجة طوال 7 سنوات. وأكد التقرير أنه تحقق من مسؤولية الميليشيات الحوثية عن قتل 329 مدنية بينهم 164 مدنيا بطريقة مباشرة، منهم 18 طفلا و15 امرأة، فيما قتل 131 مدنيا بالقصف العشوائي، في حين أن 34 شخصا قتلوا بالألغام الفردية التي زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية. كما وثق التقرير إصابة 768 مدنيا بنيران الميليشيات الحوثية، منهم 462 إصابة بالقصف العشوائي و 263 إصابة بطلق ناري، فيما تسبب انفجار الألغام في إصابة 26 امرأة و 58 طفلة. وأشار التقرير إلى توثيق اختطاف واعتقال 2507 مدنية تعرض منهم للإخفاء القسري 605 أشخاص، في حين وثق تعرض 1252 مدنيا للتعذيب النفسي والجسدي وإجبار الميليشيات الحوثية 3118 أسرة على النزوح قصرا خارج المحافظة. ووثق التقرير تفجير الميليشيات الحوثية لواحد 31 منزلا ونهب ومصادرة 185 منزلا وتعرض 594 منزلا للقصف، منها 167 دمرت بشكل كلي و 426 دمرت جزئيا، إضافة إلى اقتحام وتفتيش ونهب 373 منزلا. وأشار التقرير إلى توثيق 6635 حالة نهب للممتلكات الخاصة شملت أثاث منازل ومركبات ومراكز صحية ومولدات كهربائية ومضخات مياه ومزارع قامت الميليشيات بإتلافها والسيطرة عليها. ولفت التقرير إلى توثيق 7424 حالة منع ونهب للمساعدات الإنسانية ومصادرتها وتحويلها لصالح مقاتلي الجماعة والعاملين معهم أو فرض رسوم على من يتسلمها لصالح دعم القوافل الغذائية لمقاتليها. وأفاد التقرير أن الميليشيات الحوثية حولت 34 منشأة حكومية إلى مقار خاصة ودمرت 15 مقرا حكوميا بشكل كلي و 19 بشكل جزئي، إضافة إلى 21 انتهاكا طال الأعيان المدنية والثقافية منها حالتي تفجير وست حالات حولتها إلى مواقع عسكرية و 12 حالة حولتها إلى مقار للأنشطة والفعاليات. وذكر التقرير أن الميليشيات الحوثية حرمت الطلاب من 45 منشأة تعليمية وساهمت بشكل أساسي في قطع المرتبات عن 17,000 تربويا ومعلمة، وأجبرت 2045 منهم على حضور دورات ثقافية. واتهم التقرير الميليشيات الحوثية بتجنيد 5,974 طفلا دون سن 15 قتل منهم 674 طفلا في جبهات القتال. أكد مصدر محلي في محافظة شبوة يوم أمس العثور على جثة جندي أسير لدى قوات العمالقة مقطوع الرأس واليد. وقال المصدر إن أسرة الجندي عبد الله أحمد مزلم عثرت على جثته مساء أمس في مستشفى عتق وعليه أثر التعذيب.
أشار المصدر إلى أن قوات العمالقة رفضت الإدلاء بأي معلومات عن مصير الأسير قبل أن يتم العثور على جثته وهي مقطوعة الرأس واليد. أوضح المصدر أن قوات العمالقة أسرت الجندي عبد الله أحمد مزلم من منتسب اللواء 21 ميكا قبل 10 أيام في نقطة الميزان بمنطقة نعضة خلال معركتها ضد الجيش هناك، وقامت بتغييبه ثم قتله بطريقة شنيعة. يتطلع اليمنيون إلى دولة اتحادية مدنية تمثل العاصمة المؤقتة عدن واجهة وجودها الرسمي وحضورها الفعلي على الأرض الوطنية، وينصب تعويل اليمنيين على مجلس القيادة الرئاسي باعتباره المسؤول الأول عن تثبيت وحماية الرمزيات الاعتبارية للدولة اليمنية بهويتها الجمهورية العامة والجامعة. العلم هو وجه الدولة وفهرس معالمها الاعتبارية دستوريا ووطنيا، وهو المؤشر الحاسم على وجودها من عدمه. ولم يعد تغييب العلم الجمهوري عن الحدث الرسمي في أعلى سلطة تمثيلية للشرعية الدستورية مجرد نزوة عابرة، بقدر ما هو ترسيخ متعمد لتعدد الرايات داخل مجلس رئاسي واحد، على أن أي تجاوز لهذه الجزئية باعتبارها فعلا شكليا لا يمس جوهر الدولة بسوء هو في أساسه تعبير صادم عن غياب الوعي السياسي الذي يستنبط دلالات الحدث من أبعاد لحظته التاريخية الراهنة، إذ لا يقتصر معنى تغييب العلم اليمني الرسمي وحضور آخر على ساريته على خلل في التعبير عن الدولة، بل هو تعبير أكثر وضوحا عن كل ما يقف في الضد منها، وهو في الوقت نفسه ثغرة تمرير لمشاريع التفافية على مشروع استعادة الدولة، وعلامة على غلبة رغبات فردية ونشاز تتخذ من المجلس الرئاسي صهوة عبور للوصول إلى ما تريد، ويخدم أجندات خارجية تتعارض مع إرادة الشعب اليمني عامة. ويظل وجود التشكيلات المسلحة غير المؤطرة في قوام المؤسسة العسكرية الرسمية والأجهزة الأمنية القانونية تهديدا ماثلا أمام جهود استعادة الدولة وتطبيع مظاهر وجودها الأساسية والمؤسسية في العاصمة المؤقتة عدن. تضررت قرابة 300 أسرة بمديرية حيس جنوبي الحديدة بسبب السيول التي جرفت العشرات من المنازل وكذا مخيمات النازحين الذين يكابدون وجع النزوح والتشرد بعد أن أصبحوا في العراء، ما دفع بالسلطات المحلية بالمديرية إلى إطلاق نداء استغاثة للمنظمات الإنسانية والإغاثية إلى إنقاذ الأطفال والنساء بالغذاء والمأوى. المئات من الأسر تضررت من السيول الجارية في مديرية حيس جنوبي الحديدة بفعل الأمطار الغزيرة التي هطلت على جنوبي الحديدة، فاقمت من أوضاع النازحين وسكان القرى الذين تضررت منازلهم وخيامهم في هذه المناطق التي وصفتها السلطات المحلية بالمنكوبة. جاء السيل وأخذ أسرة بن النهاري ما يقارب 17 بيتا وتوفت امرأة. 260 أسرة من سكان قرى المحالب وجمينة ومخيمات النازحين القريبة منها باتوا في العراء بعد أن جرفت السيول كل ما يملكون، ما دفع بالسلطات المحلية بمناشدة المنظمات الإغاثية والإنسانية بسرعة إغاثة الأهالي المنكوبين. الآن المتضررين وصل عددهم إلى 1193 متضرر من غير أرياف حيز الذي لم نقدر نسأل الوصول إليهم لحد الآن. فهذه المناطق المنكوبة فاقمت التحولات المناخية مأساتهم ومعاناتهم، خاصة وبعض القرى هجر إليها نازحون من مناطق مجاورة بسبب انتهاكات ميليشيات الحوثي للهدنة الأممية، ليغدو المئات من الأطفال والنساء في مهب السيول ومرمى ميليشيا الحوثي الإيرانية وصمت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية، محافظة الحديدة. نفذت مؤسسة لايف للإغاثة والتنمية مكتب اليمن مشروع توزيع الحقيبة الإيوائية للنازحين المتضررين من السيول في محافظة مأرب، وقال المدير الإقليمي للمؤسسة في اليمن منير العامري إن المشروع نفذ بالشراكة مع الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين واستهدف 114 أسرة نازحة. وأوضح العامري أن المشروع
يهدف للتخفيف من معاناة النازحين جراء السيول التي غمرت أو التي غمرت مخيمات النزوح خلال الأسابيع الماضية. أشار العامري لأن المؤسسة منظمة مستمرة في تقديم العون للأسر النازحة في مأرب، وأعرب عن شكره للسلطة المحلية وإدارة مخيمات النازحين على تعاونهم المستمر مع المؤسسة وتسهيل عملها. وكانت المؤسسة نفذت الأحد الماضي مشروع توزيع الحقيبة المدرسية لأكثر من 700 طالب وطالبة في مدارس مأرب. نشرتنا انتهت، وعودة إلى أهم عناوينها. الجيش الوطني يحبط عملية تسلل لميليشيا الحوثي الإرهابية شرقي تعز. الهجري يلتقي المبعوث الأممي ويؤكد أن ميليشيا الحوثي جعلت الهدنة بلا قيمة. للمزيد يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت سهيل.net، على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب والتليجرام. في أمان الله.